سنة 2015 نعود نتوقف قدام فيها، لأنه كانت سنة اللي يصدر فيها قانون حماية الطفل، القانون رقم 15-12. هذا القانون لكل أحكامه مستمدة من اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية ذات صلة، وربما لأول مرة نشوفه أنه القانون يتكلم على المصلحة الفضلى للطفل، يتكلم على كنا نعمل من أجل تحقيق غاية واحدة هي المصلحة الفضلى للطفل. نصيبه هذا القانون أيضا يتناول مبدأ عدم التمييز، إشراك الأطفال، حماية الأطفال، وربما خص هذا القانون فئات من الأطفال بإجراءات خاصة، هم الأطفال في خطر اللي دوك نكلمك عليهم لأنه الهيئة الوطنية عندها مهام كثيرة بالنسبة لهم، وأيضا الأطفال الجانحين، يعني الأطفال اللي ربما الظروف دفعتهم، لأنه دائما نقول أنه ما يقدرش يكون طفل يروح إلى ارتكاب جرائم إلا إذا كان ظروف دفعته إلى هذا. لهذا القانون نص على إجراءات خاصة لمتابعة الأطفال الجانحين، وينص على أنه الهدف من هذه المتابعة هو دائما اتخاذ تدابير الأفضل للأطفال باش نعاودوا نرجعهم إلى الطريق الصواب. أيضا نص على فئتين من الأطفال أيضا بإجراءات خاصة، وهذه من الأشياء يعني المهمة في القانون الجزائري هو السماع المصور للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية اللي نسمعوهم مرة واحدة بحضور أخصائي نفساني. أكيد أن القانون تناول فئة أخرى من الطفولة وهو فئة الأطفال ضحايا الاختطاف اللي شرحها، لأنه كاين فرق دائما بين الاختطاف والاختفاء. القانون نص على اليوم الوطني للطفل، وهو كان تاريخ اللي يصدر فيه القانون، قانون الطفل 15 جويليا من كل سنة. احنا بدينا كهيئة وطنية ويعني ككل متدخلين على مستوى التراب الوطني نشرحوا للأطفال أنه هذا الفيروس هو كغيره من الفيروسات، صحيح أنه خطير، لكن باتخاذ تدابير وقائية راح نحمو أنفسنا ونحمو يعني عائلتنا أنه ما يدخلش المنازلنا. كنا نتكلموا مع الأطفال على ضرورة الابتعاد عن الأماكن العمومية وما يخرجوش بزاف إلا عند الضرورة. كنا نقول لهم وقت الفراغ تاعكم اقضوه في اشياء مفيده. بدات تصنع اتصالات تانيك من عند الاولياء. هنا اللي كان واجب علينا اننا نوسع نشاط خليه تلقي الاخطارات، وين بدينا نشوفوا ضغط كبير، ضغط نفسي من قبل الاولياء، وين ولاو يعبروا يقول لك حنا ولا عندنا يعني توتر، وخافنا هذا التوتر ينعكس سلبا على اطفالنا. لانه لما نقول الاطفال والحجر الصحي دائما نعاود نقولها، لانه ما نتصورش انه المنزل دائما كبير. احنا هنا بدينا نقدموا لهاد العائلات أكيد الإرشاد العائلي عن بعد. تم الاستعانة بمختصين في هذا المجال اللي سبق لنا كهيئة وطنية أننا كوناهم في مجال الطفولة، لكن لما حسينا بأنه لأنه دائما نقولوا العمل مع الطفولة هي عملنا الجماعي، احنا طلبنا من مختصين من الهيئة الوطنية لطول الصحة لفغم أنهم يلتحقوا بالهيئة الوطنية، ونحييهم لأنهم يجوا يوميا وهما متطوعين ويخدموا في إرشاد العائلة. وما ننساش أيضا اللجنة الموضوعاتية للصحة اللي تهتم بصحة الطفل. تلقاو يوميا إلى يعني من 4000 5000 إلى غاية 10000 مكالمة من المواطنين اللي نحييهم، لأنه هذا يبين اهتمامهم بالطفولة. من جانفي إلى غاية تاريخ البارح في الليل كنا سجلنا بالنسبة للمكالمات، لأنه كان فرق ما بين المكالمة والإخطار، مكالمات سجلنا أكثر من 400,000 مكالمة لحقت عالجناها على مستوى الهيئة الوطنية. هي طالب إرشادات، طالب توجيهات، معلومات عن الطفولة، لكن ضمن هذا العدد سجلنا لسوء الحظ المساس بحقوق 1020 طفل، يعني المساس بحقه إما بسوء المعاملة، إما بتعريض الأطفال للخطر، إما باستغلال الاقتصادي للأطفال، إما بعدم التحكم في تصرفات الأطفال. عيدكم كل عام وانتم بخير. نقول لهم يا أطفال، احنا الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة موجودة لخدمة حقوقكم، لازمكم قاعد تكونوا تعرفوا الرقم 11-11. حبيتوا تستفسروا على أي شيء، عندكم بحث على الطفولة، تسقسوا على حقوقكم، احنا دائما للإصغاء نسغاو لكم. حبيت نقول لنا احنا الكبار، نقول لهم
لازم علينا نتعاونوا كاع. حماية الطفولة مسؤولية جماعية، لا حبينا مستقبل زاهر لبلادنا. احنا دائما نقولوا الاستثمار في العنصر البشري مهم جدا، الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار في الطفولة. نقولوا دائما باللي الأطفال هم المستقبل، وصح هما اللي راحين يحملوا مشعل الوطن، لكن هاد المستقبل لازم احنا الكبار دوكا نبنيوه بما نقدمه للأطفال.